سيد العوض، إذن حركة فتح تتبرر بالقرار المالي الصندوق القومي الفلسطيني، وهي بذلك تضغط على الفصائل الفلسطينية. ما ردك على هذا الكلام؟ يعني شوف، أنا هذه الشاشة المحترمة يعني كنت أرغب يعني أن لا يذهب ضيفك الكريم من لندن ببعض تعابير الإسفاف السياسي. باختصار شديد، كل طفل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كل لحظة معاناة لأي طفل فلسطيني أو رجل فلسطيني يمكن أن نعتز ونفتخر بها، وخاصة هؤلاء الذين اختاروا البقاء في الوطن ولم يهربوا في أي على تذكرة أي طائرة ليرتاحوا في أي عاصمة من العواصم العربية والعالمية. ليس صحيحا هذا الإسفاف الذي يحاول ما بين سطوره أن يوجه اتهامات وكأن الناس تحت الاحتلال كلها أشرار، والذي اختار أن يعيش في عواصم لندن وباريس هم الأخيار. ومع كل الاحترام لأبناء شعبنا الفلسطيني، علينا أن نقدر أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بما فيهم الذين اضطروا للهجرة واللجوء والذين يعيشون في المنافي، كما يجب أن نقدر كل فلسطيني موجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآثر أن يعيش تحت الاحتلال وأن يبقى متمسكا بأرضه من أجل دحر الاحتلال. نعم. وكنس المستوطنين. نعم. المسألة الثانية، ليس صحيحا أن القوى هياكل عظمية. هذه الأحزاب السياسية والقوى التي يتحدث عنها ضيفك الكريم قدمت معتقلين وشهداء في الوقت الذي هو كان يدرس هي يريدها عباس هياكل عظمية. لو سمحت، الله يخليك، الرئيس محمود عباس وفي ألفاظ بدك تحترمها، وإلا لا يشرفني يعني أن أستمر بهذا النقاش معك. أستاذ سيد العوض، اسمح لي، اسمح. نعم. وعليك يا سيد مدير الجلسة، عليك أن تضبط هذه المسألة. نعم تفضل. أنا عليك أن تضبط هذه المسألة. نعم واضح. هذه الفصائل، هذه الفصائل الذي يتحدث عنها ضيفك من لندن قدمت شهداء وجرحى. صحيح. وما زالت تقدم. نعم. في الوقت الذي اختار الآخرون لكل الفصائل أن يكونوا في مناطق أخرى ولكل ما قدموا الشعب الفلسطيني. المسألة ولكن الثالثة، اسمح لي، تفضل. المسألة الثالثة قلنا ونقول، تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها. هناك مواقف سياسية للفصائل غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بما يحاول ضيفك الكريم أن يوحي بأنها رشوة سياسية مالية. المسألة الأخرى لأخي صلاح، ويعرف تماما، ونحن معا في ميدان مواجهة الانقسام والانقلاب والتفرد. نعم، ما حدث مع ياسر عبد ربه الصديق العزيز والمناضل وعلي إسحاق مرفوض، وبإمكان الأخ ياسر عبد ربه والأخ علي إسحاق، وسنقف معهم في اللجنة التنفيذية، أن يعترضوا على هذا الشطب الغير منطقي والغير قانوني والغير مقبول، ولن نقبل به. نعم. ونحن في حزب الشعب أصدرنا بيانا بذلك، ولن نقبل به، ونأمل في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية خلال اليومين القادمين أن تعالج هذه المسألة. هذا كلام جميل، ولكن المسألة الأخيرة مكونات. نعم. المجلس الوطني. نعم، يعني نعم. معروفة مكونات المجلس الوطني، لكن هل مسألة إنتاج استراتيجية وطنية توافقية لمواجهة ما يتم التخطيط له لإنهاء القضية هي أمر ممكن من الناحية العملية في هذا المجلس؟ هل سنكون أمام لجنة تنفيذية جديدة، برنامج سياسي جديد مختلف؟ نعم نعم، أنا بدون شك أقول لك نعم، نحن يجب أن نذهب إلى تقييم المرحلة السياسية الماضية ونصوغ استراتيجية فلسطينية جديدة، وما حدا يزاود علينا. احنا قبل ما نكون في المجلس الوطني وفي المكتب السياسي فدائية. نعم. في جبال لبنان وفي العرقوب، والكل بيعرف هذا الحكي. نعم. من غير كلام فاضي. وضحت كل وضحت الناس وضحت اللي الصورة. عنها أعضاء. نعم. المجلس الوطني. دعني أذهب إلى الدكتور صلاح في كل الناس في أعضاء غزة. المجلس الوطني الفلسطيني مناضلون. نعم. في لبنان وفي الأردن وفي سوريا وفي غزة وفي الضفة الغربية. هذا صحيح. ما حدا يزاود.